اكمل لك برضو في موضوع عبد الله، يمكن انا في المداخله اللي عملتها معاك وكنت بتكلم يا في ريت. نقطه صح. لان في حد حتى بعت لك بيقول لك هل فعلا عبد الله السعيد ملوش بديل؟ ابراهيم احنا عايزين نفرق بين نقطتين بس. يعني في فرق ان النادي يتاثر بغياب لعيب او يتاثر او يقف على لعيب. النادي الاهلي عمره بصراحه وصريحه جدا، النادي الاهلي عمره ما يقف على لعيب ايا كان مين، عمره ما يقف على مدرب ايا كان مين، عمره ما يقف على اي حد. النادي الاهلي هيفضل يستمر في انتصاراته وبطولاته بغياب اي حد. صحيح. النادي الاهلي هو اللي بيكبر اللعيبه، هو اللي بيكبر الناس اللي موجوده جواه. دي نقطة مهمة جدا. انما في نقطة تانية، انت عندك بديل، انا البرنامج ده موجود في ابراهيم، ممكن يكون في واحد تاني في القناة نفسها يعمل البرنامج، بس ممكن وجهة نظر انا مش هيبقى زي ابراهيم. يعني هي النقطة في كده، انا ده معنى كلامي اللي هو عبد الله السعيد عنده 5 6 مميزات، البديل بتاعه عنده 2 3 فاكيد في فرق. وانا يعني هي دي نقطة، ان هو ملوش بديل، وهو فعلا ملوش بديل. يعني طب انت وجهه نظرك الفنيه كابتن سيد، شايف الافضل للاهلي انه يدور على بديل كلاعب يتحط في نفس التكتيك ونفس الطريقه، ولا تتغير طريقه اللعب؟ لا سهل جدا، طريقه اللعب تتغير وتغيرت حتى في وجود عبد الله او في الفترات اللي غاب فيها او حتى في وجود البديل اللي كان فتره من الفترات مؤثر جدا. يعني عبد الله غاب الموسم مش اللي فات، اللي قبله في بطوله الكاس وفي اخر مباراه الدوري لعب صالح جمعه، كان من اهم اللعيبه اللي موجوده في الفرقه، انما بعد كده ما كانش فيه استمراريه. احمد حمدي لما لعب السنه اللي فاتت لعب 3 أو 4 مباريات بشكل كويس جدا ومؤثر جدا، انما بعديها اصيب مرتين وغاب فترات كبيره جدا. فهي النقطه اللي بتفصل او اللي بتخلي عبد الله مختلف على الاخرين، الاستمراريه، الاستمراريه بنفس صحيح. الاداء صحيح. فدي ده الفرق، نقطة مهمة جدا. طبعا انا خلي بالك، ممكن لعيب يدي لك 3 4 مباريات كويس جدا، ممكن لعيب يدي لك من 20 مباراه يدي لك 17 18 مؤثر بشكل كبير، فده اكيد طبعا هو ده اهم. فهي دي النقطه اللي فرقت بس.